السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون، نهار 24 أكتوبر مضى شرشابون رئيس الجمهورية، مرسوم رئاسي يقضي فيه بإنشاء مؤسسة وشركة عمومية لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم الأمير عبد القادر، مع التذكير أن الفيلم هذا مازال ما بداش، ما ظهرش، ما بداش حتى يديروا فيه، مازال بدا والو. صح قال كانت الشركة هي راح تنتج وهي راح تسربي توزع هذا الفيلم، شركة من أجل فيلم واحد، نفهموا مليح. هاوليك قدامكم المرسوم، يعني المرسوم واضح المعالم. يقول لك pour ton création public الجزائري pour la production, la distribution, l'exploitation du film sur l'Amir عبد القادر. فيلم عن الأمير عبد القادر، ماشي الأفلام السينمائية أو فيلم الأمير عبد القادر. نذكر باللي في الجزائر كاين ثمن شركات عمومية مهمتها الإنتاج السينماتوغرافي، وما كاينش إنتاج سينماتوغرافي في الجزائر. بكري قلنا ننجو لأن روائع الأفلام، دينا حتى لا بالم دور دي فيستيفال دو كان في 75، أول فيلم عربي يفوز بلا بالم دو لا بالم دور تاع الفيستيفال دو كان، فيلم تاع الخضر محمد الخضر حمينا كرونيك دي زاني دو براز سنة 75. الجزائر كانت عندها 13 سنة من روعة الاستقلال، وفين بعد 67 سنة استقلال عاد ما كانت جوالو. ما كنا نذكرو بأفلام بو عماري الله يرحمو، لو شاربوني و باترويالاس يعني أفلام وأفلام. الشيء اللي نذكر به أنه كاين 8 شركات، كاين ديوان الرياض الفتح اللي ينتج ومدير الإنتاج السينماتوغرافي، كاين سي إن أسي، سي أسي، سي أن دي سي، لو إن سي إي اللي القديمة فيهم كامل لوفيس ناسيونال دو لا سينماتوغرافي إندستريال، سي إن إي سي جديد، الكاك، سي إن سي أ، ثمانية شركات تاع الإنتاج السينماتوغرافي. وزدنا هاد الشركة هادي لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم أمير عبد القادر، يعني عندنا شركات أكثر من أفلام. وأول مرة في التاريخ نحثوا شركة عمومية من أجل فيلم، أول مرة في التاريخ في العالم كامل. مانيش عارف دي عقدة عند العصابة ولا واش معناها، تجي تعمل لي شركة، شركة إنتاج واستغلال وتوزيع فيلم واحد، ومن بعد مول الفيلم واش راح دير؟ تعرف واش معناها شركة؟ يعني تجيب موظفين ودير مقر ودير تموبليه وسيارات وغاشي وموظفين وكذا باش على فيلم. وهذا مازال ما تنتجش، مازال ما شفنا منه والو، والمنتج المخرج راح يجيبوه امريكاني، وعلى بالنا شكون راح يلعبوا وشكون ما راحش يلعبوا. المهم الشيء اللي راهو حاصل هذا ما، وهذا يخلي بعض الناس تعلق وتقول انه الفيلم هذا الامير عبد القادر راح يكلف الخزينه العموميه الملايير، راح يندار على رجل الامير عبد القادر اللي لما هو كان يعني في قصر امبرواز، شاتو دامبرواز، لما كان ليه كانت فاطمه سومر والمقراني وابو بغلا كان يواجه في الجيش الاستعماري، كان يواجه في الجيش الاستعماري، ما كان حتى فيلم لا على ابو بغلا ولا على فاطمه سومر ولا على الابطال اللي جابوا ثوره التحرير. سمعت
حتى لما داروا بعض الفيلمات على بن بوالعيد وعلى وفيلم على بن مهيدي إلى يومنا هذا ممنوع من البث بالرغم أنه صرف عليه ملايين، صرفت عليه دراهم كبيرة. إلى يومنا هذا فيلم عربي بن مهيدي لمخرجه رشيد الرايس بشير الرايس ما ظهرش للنور. وعلاش؟ لأنه كان بعض الناس جهلاء في التاريخ، ما يعرفوش التاريخ، ما يعرفوش الفن، ما يعرفوش السينما، ما يعرفوش الثقافة، أميين بأتم معنى الكلمة، جهلاء بأتم معنى الكلمة، قرروا أن الفيلم هذا ما يخرج. وعلاش؟ هل يمس بشخص العبي بن مهيدي؟ هل يمس بتاريخ؟ لا، قالك هما عندهم فكرة كيفاش يجب يكون الفيلم. يعني كان على المخرج اللي يعني معروف دوليا ومعترف به ومعترف ب يعني كفاءاته، كان عليه لزاما انه يسمع الجهلاء الاميين هما يقولوا كيفاش ندير الفيلم. الله يقدر الخير بلادنا، الله يقدر الخير بلادنا ويبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.